بنات ما ينفعش تلعب كوره، ارجعوا على المطبخ. كل الحاجات دي الولاد طبيعي بيبقوا احسن. احنا كسبنا، امال لو خسرنا هيعملوا ايه يعني؟ انا اسمي ليلى الشريف، عندي 17 سنه، بلعب ليفت وينج في نادي الجونه وكابتن منتخب مصر. اسمي كاميليا شحاته، عندي 15 سنه وبلعب نص ملعب. انا هاني حموده، عندي 16 سنه ومنتخب مصر للبنات تحت 20 سنه. ازاي دخلت المنتخب؟ هو كان من سنه طلبوني بالاسم في تاني معسكر، والحمد لله كنت من احسن الحراس هناك يعني، فاتخذت. بقالي تقريبا كده 11 او 12 سنه بلعب. روحت وادي دجله قعدت فيه تقريبا 4 سنين، بعديها روحت الجونه، نادي الجونه اللي انا بلعب فيه دلوقتي. انا بدات العب كوره وانا عندي 9 سنين، يعني من 6 سنين كده، 3 سنين او حاجه كنت بلعب مع ولاد في فرقه، وبعدها بقى لما ابتديت اكتشف بقى ان في فرق بنات جيت ايمز. طب انتي بتبوظي شكلك، بتبوظي رجلك، انتي ازاي بتلعبي كوره، انتي بنت. بيقعدوا يقولوا لي يعني بضيع وقتي. اول ماتش ده احنا كنا كلنا داخلين خايفين، بقالنا كتير قوي ما لعبناش ماتش وعايزين نوري الناس ان احنا عايزين نكسب وان احنا قدها وكده، فدخلنا وطلعنا وكسبانين، كسبنا 3-1. بدانا نبص على السوشيال ميديا، لا في كومنتس مش حلوه، كومنتس على جسمنا، مفيش حاجه للعب بالظبط. كسبانين ومبسوطه قوي بقى من الموضوع، بفتح تليفوني بلاقي بقى ناس كتيره بعتالي بتقول لي يعني شفتي الناس دي قالت ايه، وشفتي الناس دي بتقول عليكوا ايه وكده. على قد ما كان في تشجيع والكلام ده كله من قرايبي او حتى من اي حد تاني اعرفه يعني من صحابي، طبعا كان اكتر بكتير الضغط النفسي واللي هو التنمر، اللي هو لا البنات ما ينفعش تلعب كوره، انتوا جسديه ما تقدروش، البنات مش بيعرفوا يشيلوا جسمهم في كحراس زي الولاد. جسم البنت بيكون عكس يعني غير الولد، وحتى الفتنس، القوه، كل الحاجات دي الولاد طبيعي بيبقوا احسن. الولاد بيبقى دايما اللي هو بيكون مثلا لعبوهم اللي هو ايه ده، لا انت ما عملت فاس وحشه، الشوطه لا انتوا ازاي خسرتوا، حاجات كده. احنا كانوا كل الكومنتس مش على لعبنا يعني، مفيش حد قال دول بيلعبوا وحش، هم اصلا ما شافوناش، كل الناس اللي بتقول دي شافوا كليب، شافوا صوره، كلهم بيتريقوا على حاجات اصلا ملهاش دعوه بكوره خالص. دايما في الفكر ان لا البنات ما ينفعش تلعب كوره، لا البنات مكانهم في المطبخ. زي ما هنا في سخريه برضو في امريكا هيكون في نفس الحاجه. لسه من قريب ماضيه مع University of California إيرفاين في امريكا. الحاجه الوحيده بس ان في مصر احنا شايفين ان البنت ما تلعبش اصلا. المفروض يتفرجوا علينا اكتر ان هم يعرفوا يحكموا، مش يحكموا بناء عن اي كلام تاني بيتقال، ان هم يتفرجوا على الماتش يشوفوا احنا بنعمل ايه صح، بنعمل ايه غلط، وينصحونا، مش لازم يتنمروا، مش لازم يقولوا كلام وحش. احنا في الاخر كلنا بنلعب باسم مصر، باسم بلد، احنا مش بنلعب في نوادي وبنشجع كل واحد بيشجع نادي، احنا كلنا في بلد واحده، فمفروض ان اي حد يقول حاجه تكون حاجه بتسبورت اس، حاجه بتخلينا احسن، حاجه تساعدنا، مش حاجه ضدنا.